نعم دكتور سعيد، إذا ننتقل للنقطة أيضا نقطة مهمة، فكرة هذا الاجتماع الكبير في العاصمة كابول، يضم أكثر من 3500 شخصية، علماء ومفكرين ورموز أيضا للقبائل. ما أهمية هذا الاجتماع في هذا التوقيت بالتحديد؟ حقيقة أستاذ محمد، يجب أن أذكركم بأن لهذا الاجتماع تاريخ كبير جدا في أفغانستان. أول من أسس مثل هذا الاجتماع لحصول الدعم الداخلي والإجماع الداخلي هو أحمد شاه أبدالي، الذي يعتبر من مؤسس أفغانستان المعاصرة الذي يرجع تاريخه إلى 270 سنة، الذي قام بتأسيس أفغانستان المعاصرة التي نشاهدها مع هذه الجغرافية. فإنه كان أول من قام بإنشاء هذه الاجتماع والتي سمتها باسم لوي جيرجا. والحكومات التي جاءت في أفغانستان عبر التاريخ كانوا من يعني أهدافهم الأساسية حصول دعم الشعب الأفغاني، وأن مجالس البرلمان في أفغانستان يعني غير مقبولة ومرفوضة من قبل الشعب، لأنها يعني تعتبر من نوعية الحكومات العلمانية في أفغانستان. وبالتالي فإن الشعب الأفغاني والحكومات التي جاءت عبر التاريخ كانت يعني تقوم بقضاء على أهدافهم وقضاياهم المهمة، لقد كانت وتقوم بإنشاء وعقد مثل هذه الاجتماعات. وبالتالي الحكومة الأفغانية الجديدة كانت بحاجة لحماية والدعم الشعب الأفغاني، ولهذا الاجتماع يعني في تاريخ أفغانستان دور مهم جدا في دعم الحكومة. وبالتالي كنا نتوقع، وكان من ضمن اقتراحاتنا يعني أكاديميين في المجال السياسي للحكومة الأفغانية أن تقوم بعقد مثل هذا الاجتماع حتى تحصل إجماعا داخليا ودعما من قبل الشعب الأفغاني. فطبعا يعني هؤلاء الشخصيات هم العلماء، هم المفكرين والسياسيين ووجهاء القبائل، وكلمتهم ودعمهم لهذه الحكومة طبعا يعني هي دعم كافة الشعوب الأفغانية والقبائل الأفغانية والأتياف الأفغانية.